والله تعالى يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وذكر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة أن من هذه الأصول الاجتماع. ونحن ما نقول زي ما هو معلوم أن نجتمع كاجتماع الإخوان المسلمين أو كاجتماع أهل البدع جميعا أو كاجتماع الحزبيين، فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا نقول بهذا، وهذه قاعدة باطلة، ولكن نعني اجتماع أهل الحق على الحق. ونحن يا جماعة الآن بنعيش في غربة، نعيش في غربة كما هو معلوم لديكم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتماع مهم، يقوي الشوكة، والتفرق يضعف الشوكة. وإن كانت دعوة الله سائرة، إن اجتمعنا وتفرقنا، لكن فضل الدعوة ده نحن دارين ندخل فيه. الدعوة دي ما ماشى، رسول عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا وهي ماشى، والصحابة فارقوا الدنيا وهي ماشى، والأئمة فارقوا الدنيا وهي ماشى، ولليلة الدعوة ماشى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن والله نحن يسرنا إنه نكون في الركب ذا، ويتغمدنا الله برحمته كما قال الألباني رحمه الله في نهاية كلامه أو في أواخر هذه الجملة التي تخص هذا الأمر والسلوك على الصراط المستقيم: ولكن الشأن أن نموت على هذا الطريق. فالناس يا جماعة تجتمع على الحق. الاجتماع ده عنده أسباب، منها أولا الدعاء. أنا بذكر ثلاثة ولا أربعة، بعد ذاك نقدم شيخنا ولا الناس، المهم آداب. بعدين عندك نزي لا زالوا ما أدري سؤال هذه بتجود ولا كيف؟ هاي هاي يعني في ناس. المهم السبب الأول الدعاء. الدعاء، قال الله تعالى في القرآن: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني لو عملنا أي شيء في النهاية دي قد تكون أسباب، لكن الذي يؤلف القلوب هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيألف القلوب. شكذي نسأل الله سبحانه وتعالى في دعائنا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا في دار الكرامة. ده السبب الأول. وماذا نفصل فيه كثير في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع للألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. وجاء في سنن أبي داود وفي الترمذي وعند ابن ماجة وفي صحيح سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده، أي المؤمن، أو من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنت تدعو الله سبحانه وتعالى، ودي عبادة يا جماعة ما نغفل عنها، الاجتماع وفي كل شيء تسأل الله سبحانه وتعالى. دائر الهداية، دائر الله ينجيك من الشهوات الآن الموجودة كثيرة جدا. كثير من أخواننا بتساقطوا بالموضوع ده، وأنا ماذا أقف معه كثير الآن لأن الزمن ضيق. كثير منهم واحد تلقى ماشي كويس، بعد فترة يقول لك الله يبارى ليه شله، ثاني عمل الشغلة دي شالة برا، ثاني بعد شوية خش وقبضوه وجيبوه، تمشي تزوره وذاته بزوغ منك. المعصية ما فيها وحشة وفيها نفور،
ولذلك تسأل الله سبحانه، تسأل الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ناس عندهم مشاكل بتاعت رزق، يعني عنده ضعف، وإذا أنت تسأل الله الرزق عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأي مشكلة عندك، مشكلة في البيت، عندك أي حاجة، خليك زول جلد، خليك زول ثابت، خليك زول صبور، ما تتزلزل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإنما تسأل الله وتتضرع إلى الله وتفر إلى الله وتلجأ إلى الله وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الاجتماع الدعاء، واحد. اثنين، من أسباب الاجتماع التوحيد. قال الشيخ الفوزان، شيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لشرح السنة للبربهاري: والذي يجمع الناس التوحيد، لقوله تعالى، استدل بهذه الآية بجزء منها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم شنو؟ بنعمته إخوانا. ده اللي بيلم الناس، توحيد. وتشتغل توحيد ده، تتعلمه وتعمل به وتدعو الناس له، ده اللي بيلم الناس. تدعو الناس، ده اللي بيلمهم بالحق، تمشي المساجد، تمشي أي مكان. هسه نحن والله عددنا ده اللهم بارك، الله كثرته الله يزيدكم، والله لما الناس قاعدين في السلم الله يزيد، ومتكيف جدا. لا اي زول لو وسي مسك ده بيجاي في مبده، وذاك في الشقيلاب، وده بيجاي بيغادي ومجتبى، ده بيغادي في الكلاكله، سوى لهم غلبه، وكلهم في النهايه شنو؟ الشغله بتمشي يا جماعه، الناس تدعو الى التوحيد وتجتهد. ده من اسباب الاجتماع. السبب الثالث من اسباب الاجتماع: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الاجتماع. قال: والدليل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. انتبه للآية دي كويس، والبعدة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. قال: فذكر قبل النهي عن التفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا بيان أن من أسباب الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنه لو ما في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بيكون في حاجات في النفوس يا جماعة. ده زول بيزكي زول من أهل البدع وانت سمعت به، وده منكر، في حاجة في نفسك، لكن لما تمشي تناصحه هل في نفسك شنو؟ بيزول ولا ما كذي؟ وده الآن موجود يا جماعة، كثير من إخواننا جزاهم الله خير بيناصحونا، وبعضهم مرات يناصحوا في الملأ، ومرات يناصحوا شنو؟ في الخلأ. كثير أنا غايته شخصيا، يعني بجوني جزاهم الله خير إخواننا ذيل ووجهونا. ده مرة واحد يقول لك ما تمشي لفلان تناصحه أو تتكلم معه، مش تناصحه، تتكلم معه لأنه في النهاية بتجيب مفسدة وزول حزبي وكذا وكذا وكذا. وأنا كنت ماشي للزينات، الشيخ مزمل لبى التلفون قال لي ما تضيعوا زمنكم كلام زي ده. يعني مره برضه اخونا شيخ ادم برضه في مكان هناك في اللاماب برضه جراني بجنب، انت قلت كذا والكلام ده كذا وكذا، اهل العلم قالوا كذا. مره في مسجد الامام برضه انا في نصيحه قلت كلام واخطات فيه، جانا صحني جزاه الله خير اخونا شيخ ادم. والمناصحات بين الاخوان موجوده، وده الفرق يا جماعه بيننا وبين غيرنا. من الاسباب أن تكون المناصحة بين الإخوان، وتجي للزول عديل، مش زي بعض الناس تمشي بغادي فلان ثلاثة خطب ما بيتكلم في التوحيد وجين كلك
وتدافع عن زول، يدافع عن زول 30 خطبة، ده أقل 30 خطبة يمكن ما تلقاه في التوحيد ولا أكثر، صح ولا ما صح؟ وتمش له الصباح، أنا دار أعرف تمش له الصباح، تقول له دار أطلب عليك العلم ما تناصر من الصباح يا كافي البلا إذا صح التعبير، تمش له وأنا دار أطلب عليك العلم ما تناصر، كلام ذاته غريب، ماذا نضيع زمننا يا جماعة، ولا دار نقف مع أي زول. لكن في نهاية الأمر المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر. أخوانك ذيل ما معصومين، لكن ما بصروا على الباطل، إذا وقعوا في الباطل، وده جماعة المقصود طوال الزول تناصح تناصح، وما تمش بوصايد، وصايد ده إذا الزول ما بيقبل منك. شكي الإمام النووي في رياض الصالحين ذكر من مما يبيح من الأسباب التي تباح فيها الغيبة الإعانة على إزالة شنو؟ المنكر. إذا الزول ما بيقبل منك أنت ولا بيقبل من غيرك أفضل، تمش له تمش لغيرك ويمش له. لكن الأصل يعني في إخواننا نحن هذا شوفنا فيه ونحسبهم، تمش للزول عديل سلام عليكم أفلان، والله أنت قلت كذي والكلام ده كذا وكذا، وتناقشه أو تبين له الحق ويقبل بصدر رحب. دي مسألة يا جماعة مهمة جدا، وما تسوي وصايد كثيرة طوالي تجي للزول، لأنه بتمشي ليدة تتونس معاه، تقول له فلان ده بيعمل كذا، تمشي ليداك تمشي ليدا، طيب ده فهمك صح وداك صح، ده بيفهمك شنو؟ غلط. وبعدين داك بيشيل في نفسه، والشيطان قاعد ولا ما قاعد يا جماعة؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. تعال للزول عديل كذا، قول له والله يا فلان أنت فيك كذا، وها الرأي شنو يا زول؟ وها الصاحك شنو؟ الصاح كذا، يقبل منك وطوالي يبين إذا في الملأ وإذا براه، والحمد لله وتؤجر على ذلك ولا ما بتؤجر؟ تؤجر. فده جماعة من الأمور المهمة. الأمر الرابع العفو والمصافحة أو العفو والصفح في الأشياء التي لا علاقة لها بالدين. زو صر لك ما عنده علاقة بالدين، ما جاب بدعة ولا معصية، صر لك ولا جماشي فيك بالعربية وعربيته فاضية ما شالك، دي عندها علاقة بالدين؟ مبتدع الزول، ما تزعل كثير، تطوالي شنو؟ تعفو وتصفح. حتى لما قبي والدين شنو بتاع يعني صر لك يعني شنو؟ يمكن عنده شكله في البيت، في زول ما عنده شكله، وينه خالد حوية وينه؟ في شكله في زول ما عنده شكله في البيت؟ ما مشاكل كثيرة أخ، ناس بيبكوا عديل في البيوت دي. والله أنت ما عارف الحاصل، بتلقى ناس صارين وناس عندهم مشاكل وناس عندهم حاجات كثيرة يا جماعة، ما دا نضيع زمانكم. لكن انت اخوانك دير يتحملون يا اخ، لما اقبلون الدين والله ناس ميكانيكية تلقاهم في محل بتاع مكنكة، دا يفلقوا ودا يصر له ودا يديك المميها ودا يفطر يخليه، بعد دا بيصبروا عليه بعض عشان جربوكسي ولا حاجة هنا ولا عشان يتعلموا. انت دين الله سبحانه وتعالى، هم تصبر على اخوانك فيه؟ تصبر. لذلك قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في شرح لرياض الصالحين، قال فائدة جميلة جدا في قوله تعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. قال رب العزة والجلال قال بعد والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، لأن الصلح لا يتم أحيانا إلا بالتنازل عن بعض حقوق النفس. شكي قال لك والصلح خير وأحضرت الأنفس شنو؟ الشح. النفس دي شحيحة تتنازل لك حق ده ما بخليه، وانت كان حقك ما خليته يحصل صلح؟ انت مرات تتجاوز وتعفو وتصفح وما تتضايق شيء شخصي تعممه لشنو؟ للدين. لكن شغل الدين ده تسوي دين، شغل شخصي ده تتجاوز. وانا اختم، وان كان الموضوع ده فيه كلام كثير لكن دي من اهم الاسباب. في حديث صحيح في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عليك الله اسمع الحديث وأنا بروي لك جزء منه بالمعنى، وتلقى النص في البخاري، وده حديث والله اللي بيفكر فيه يعرف عظمة الصحابة ذيل، والله يعرف عظمتهم، عظمة يعني المخلوق يعني، ويعرف قدر هؤلاء القوم، ويعرف سلامة صدورهم، وأنهم يحبون الخير لبعضهم البعض ولغيرهم من المسلمين، ممن يأتي بعدهم
يعني ينشرون لهم الخير ويتجاوزون. عن أبي الدرداء رضي الله عنه الحديث في البخاري قال: بينما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في مجلس، أقبل أبو بكر رضي الله عنه وهو يمسك بعض إزاره بيده حتى كادت رجلاه حتى كادت ركبتاه تبدوان، رافع ثوبه لحد ما شنو ركبه ذاته قربت تظهر وقد تغير وجهه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد غامر، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تأخذ منه فوائد، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. بينه وبين منو؟ عمر رضي الله عنه. قال كذي قبيل شيخ مزمل قال كلمة، قال يعني قال ناس بتختلف صح ولا ما صح، مرات بتختلف في أمر دين، مرات في أمر دنيا، في كلا الأمرين المناصحة والناس ترجع إلى الكتاب والسنة. شكي صحابي طوالي جل منه للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فذهبت إليه فقلت: اغفر لي، يعني اعفو عني، فأبى علي. الأبى منه؟ عمر رضي الله عنه، لأنه الوقت ذاك وقت غضب. لكن الصحابة ذيل كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم شنو؟ مبصرون. طوالي زول بيرجع طوالي للحق سريع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر بن الخطاب إلى دار أبي بكر، وذاته بعد ذاك راجع نفسه ومشى لمنه لأبي بكر لداري، فلم يجده، مشى عشان شنو؟ يعتذر له. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه. فلما رأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله كنت له أظلم، يعني أنا شنو ظلمته. قبيل جاء غضبان، لكن لما الأمر بقى أمر غضب من الرسول عليه الصلاة والسلام خلى مشكلته بقى همه شنو الرسول ما يغضب، وده المسلم يا جماعة. لما الشيء بعد ده يبقى أمر فيه منفعة ومضرة انت تنسى أي شيء، وبعد ده يعني كان همه بعد ذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، بعثني الله إليكم فقلتم كذب، أي في بادئ الأمر. وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله وأهلي أو بمالي، ألا فخلوا عني صاحبي. قال: فما أوذي بعدها، رضي الله عنهم جميعا. فالحديث يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، منها ما ذكرته، بس يكفي الفائدة دي. من الصحابة ذيلا جماعة بخافوا على بعض، حتى لو زول بينه وبين زول شنو مسألة إن كانت من أمر الدنيا سرعان ما تزول، ولا يصرون. ولذلك الإنسان يعفو ويصفح ويتجاوز. إلى أخوانك يا أخي، ناس شباب يا أخي خلوا الغنى، خلوا الأشياء كثير، خلوا الشهوات. أمشي الصلاة دي شوف ناس في أعمار قاعدين يرقصوا، ناس تلقاهم أولاد مرطبين وهم ذات مرطبين وقاعدين في شقق وكذي وفي ديجيتالات وحاجات وأشياء ممكن الواحد يعمل أيش، وعربات ومظلل ولخبته كله خلوه عشان الدين. ديل توازيهم تصبر عليهم ولا تقعد تصر عليهم تتضايق؟ وألفاظ ذاته يا جماعة، الناس تتلطف في الألفاظ. ما ممكن زول يقول لي أخويا مجرم ويا كذا وأنا بكشفك وبنزلك السوق. يا زول وده جامين السوق انت تنزله تاني؟ لذلك انت تتقي الله سبحانه وتعالى في الإخوان، تصبر عليهم وتتحملهم. والله ديل ما تلقى زيهم، والله الذي لا إله غيره. خلوا أي شيء. ولذلك وآخر نقطة أنا دار أختم بها برا الموضوع ده، ما تدعب كثير الدرب ده، ما هذا واضح.
الدائرك ده اللي يجي، وانت ما وقفت على انه يجيك، قاعد تدعو. مش هناك يا اخ ناس تمشلون، تعالوا يا جماعه نصلح كذا، اذا ناس يسووا لك فتن انت ذاته تعبان، وده درب هذا بقينا الله يتقبل في وش المدفع، مساكين ما عندنا شيء، بقينا في وش المدفع، يجي يخط يدينا يديهم معانا، ولا نحن يا اخي ضياع زمن واشياء كثيره. انا ما داير الكلام، لما نكتر الاخطاء شنو بتجي وبتكتر مرات. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.